من تونس ينضم إلينا مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، أهلا بك. يعني إجرائيا ما الذي يدور الآن وما المتوقع اليوم؟ نعم، نحن في المنطقة الأمنية التي سيأتيها الغنوشي بعد، لا نعرف بالضبط، قيل منتصف النهار، الآن منتصف النهار بتوقيت تونس، وربما دقائق وتدخل سيارته إلى مقر الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن التراب الوطني التونسي. طبعا هناك تعزيزات أمنية مكثفة في هذا المكان على غير العادة، نظرا لوجود عديد الصحفيين وأيضا لتأمين المكان، لأن أمس قد شاهدنا وجود بعض أنصار الغنوشي والنهضة هنا لرفع بعض الشعارات. طبعا نتحدث عن يوم ثاني من التحقيق، وهو سيكون من المنتظر أن يكون مروج يوم طويل أيضا، لأن أمس قد أتى العريض منتصف النهار، بدأ التحقيق معه 5 مساء بتوقيت تونس وانتهى 3 فجرا، وأصدر المحقق هنا الأمني قرارا بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة. ومن المنتظر غدا أن يحول ملف علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية ورئيسا للحكومة بين 2011 و2013 للجهة القضائية المختصة في جرائم الإرهاب، والقاضي طبعا قاضي التحقيق له صلاحية إما الاحتفاظ به ببطاقة إيداع في السجن أو إطلاق سراحه حسب تطور التحقيقات. الغنوشي اليوم يمثل أمام المحقق الأمني طبعا في البداية، وربما يتم الاحتفاظ به كما العريض أو إطلاق سراحه. طبعا الساعات القادمة ستكشف كل التفاصيل عن مآلات هذا الملف جنائيا وأيضا سياسيا في المستوى التونسي. بالنظر إلى يعني الازدحام خلفك حيث تقف أنت سيف، يعني يبدو أنه هذا الملف يحظى بزخم كبير في الشارع التونسي. تفاعلات هذه القضية على مختلف الأوساط، سواء كان في الشارع التونسي أو في الأوساط السياسية والأوساط الأخرى. نعم، في الحقيقة الأوساط السياسية أساسا هي المعنية بهذا الملف، لأن الفترة الآن هي فترة انتقالية نحو انتخابات تشريعية. يعني الملف هو موجود منذ سنوات عديدة، ولكن توقيت الآن يعني يقول مراقبون أن سعيد والسلطة الآن لا علاقة لها بهذا الملف، بل تحرك الملف تلقائيا عندما وجد القضاء تعافيه بعد عدد من الخطوات التي قام بها الرئيس سعيد منذ مارس الماضي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عديد الأطراف السياسية تنتظر مآلات التحقيق الجنائي، لأن مثلا هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي قدمت ملفات للقضاء، عديد الجهات الأخرى خاصة الجهات المالية في تونس قدمت ملفات القضاء، على إثرها استدعي الغنوشي لو نتذكر في يوليو الماضي للتحقيق في ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات، وأطلق سراحه في انتظار طبعا التحقيقات. في الحقيقة الملف الآن دسم جدا، وفيه عديد الوثائق، ويقال أن أكثر من 6000 وثيقة في الحقيقة فوق مكتب ضباط التحقيق في المستوى الأمني. التفاعل مع هذا الموضوع قد يأخذ وقتا في تونس، وطبعا إذا مر الملف إلى الجهة القضائية المختصة فالأكيد أن القضاء التونسي سيصدر أحكامه الابتدائية ثم في الاستئناف ثم في التعقيب. قد تطول المحاكمة، ولكن الرأي العام الآن قد بدأ في الاقتناع شيئا فشيئا أن هناك نوع من الأدلة الجنائية التي تكون قوية شيئا فشيئا ضد إما حركة النهضة أو قيادات أمنية متعاونة معها أو جهاز يقال أنه جهاز سري داخل حركة النهضة. يعني عديد من التقاطعات في الحقيقة. الأكيد أننا في المتابعة، والأيام والأسابيع القادمة ستحسم هذا الجدل مرة واحدة. الكثير حول هذه القضية والقضايا الأخرى المرتبطة بها. شكرا جزيلا لمراسلنا من تونس على كل هذه المعلومات سيف الدين العامري.